إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. جالنا سؤال هام جدا مرتبط بسرطان القولون، لو في حد عنده تاريخ مرضي لحد من عيلته كان عنده سرطان في القولون، هل مطلوب منه عمل فحوصات دورية للاطمئنان على القولون كل فترة؟ طب وابتداء من عمر كام؟ الحقيقة فعلا مشكلة سرطان القولون ممكن يكون فيها جانب وراثي، جانب مرتبط بالوراثة، علشان كده لو في شخص سليم وما عندوش أي أعراض بس في حد من أسرته القريبة، يعني الوالد أو الوالدة أو حد من إخواته كان أصيب بسرطان في القولون، لازم الشخص ده يبدأ يفحص نفسه عند طبيب متخصص بداية من سن 40 أو بداية من سن أقل 10 سنين من السن اللي حصل فيه سرطان في القولون عند قريبه ده. الفحص ده بيكون إزاي؟ بيكون بعمل منظار على القولون بصفة دورية، بنفحص القولون كل 5 سنين، وده علشان يكتشف أي بداية لتكون أي نمو غريب في القولون ونتعامل معاها بالعلاج بصورة مبكرة. فاصل وهنعرف معلومة كمان. الأطباء بيمنعوا مريض الكبد من أكل البروتين ليه؟ علشان أحد النظريات العلمية اللي بتفسر حدوث الغيبوبة الكبدية عند مريض الكبد بتقول إنها بتحصل لما مريض الكبد يأكل كمية بروتين كبيرة مرة واحدة، فالكبد ما بيقدرش يتخلص من كميات الأمونيا اللي بتنتج عن هضم البروتين ده، فتوصل الأمونيا دي للمخ وساعتها بتسبب الغيبوبة الكبدية. لكن الدراسات العلمية الحديثة حذرت الأطباء من المنع التام للبروتين في الأكل عن مريض الكبد، وقالوا إن ده ممكن يزود من تدهور حالة الكبد ويضعف مناعة المريض، وممكن يشارك في زيادة حدوث الاستسقاء عنده وتورم رجليه، وكمان بيخليه دايما حاسس بالإنهاك والشعور بالتعب الدائم. علشان كده الجمعيات الطبية العالمية بدأت تنصح الأطباء بعدم منع البروتين تماما في الأكل، وبيسمحوا المريض الكبد بتناول من 100 ل 200 جرام بروتين في اليوم، إلا فقط في بعض الحالات النادرة وفي ظروف معينة بيحددها فقط الطبيب المتخصص. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.